سلام. شوف شفت يا باشمهندس، ها عملوا ايه في الارض؟ عملوا مسرح هناك اهوت وكان خيمه. مش كنا رحنا نقيس جبنا ظابط وكام عسكري معانا احسن؟ سلام معاهم الاول ونشوف حكايتهم ايه بالظبط. يلا بس يا اخويا اتفضل يا باشا. بتعمل ايه يا ابني انت؟ هو ايه اللي السودا دي؟ انت جاي تاني يا دغول؟ يعني انت مش عايز تحرم غير لما اعملها معاك؟ وايه ده بسلامته اللي انت جايبه معاك؟ في يا جدع انت؟ ده الباشمهندس ابن صاحب الارض دي قبل ناس البلد. ما تاخذيش يا سعادة الباشا، اللي بيعرفك يخيرك، لا مؤاخذة. مشمش الكرسي بسرعة. جايلك بسرعة يا جايلك. مين صاحب الفرقة دي؟ يالا معلم حسن أبويا، بس هو بعافية شوية. يعني أتكلم أنا مع مين دلوقتي؟ معايا يا باشا، أنا الكبير بتاع العالم دي. ولما أنت الكبير بتاع العالم دي، يصح تيجي تقعد في أرض مش بتاعتكم وتفرش عليها الزفت بتاعكم ده من غير ما تستأذن؟ ولا مفكرينها بيبقى سايبة ولا سايبة؟ يعني يا باشا بعد إذنك، يعني الأرض كده كده هتعمل عليها خاين. ايه يعني ايه الكلام ده اللي انت بتقوله؟ ايه الله الله، الصبح جت عربيه نقل كبيره محمله خيم، حتى بالأمارة سالوا عليه وقالوا فين الاستاذ برنداري ولا مش عارف المعلم برنداري ولا الواد برنداري تقريبا. انا ماليش صالح بالكلام ده. الكلام ده تبع الاستاذ عصفور. خلونا في موضوعنا دلوقتي. لا اصحى سعاده الباشا، الواد ده كده بيشتغلك وبيعمل شغل بره بره، انت بتعمل شغل من ورا الباشا ولا ايه؟ انا ماليش صالح بالموضوع ده، يظهر والله اعلم الاستاذ عصفور. خلاص خلصنا، اللي حصل ده غلط وما ينفعش. ما تجيب من الاخر يا اخين، انت عايز ايه؟ انت هبلت يا بت انوسه، لما رجاله بتتكلم الحريم بتتكتم. انت اسمك نوسه؟ ايوه. في مانع يا بت؟ حط رسالك في بوقك واسكتي. هو ايه ده اللي اسكت؟ الفرقه دي بتاعت ابويا، يعني انا اللي اتكلم. ونوسه ما بتكدبش. انت شكلك عصبيه قوي يا نوسه، ما تهدي شويه. ما تاخذنيش سعاده الباشا، خلي كلامك معانا ونظراتك ليا انا. عشان يعني طيب يا حبيبي، احنا بقى محتاجين الارض دي فاضيه عشان هنبني عليها مول. تبنوا عليها ايه بالصلاه على النبي؟ مول يا بنت، حط الصرف في بوقك، كلتم على وشي، اسكتي. ما طولتم. ايه يا بنت يا مسويكه انت؟ ما تسيب الجدعان يتكلموا مع بعض، ما انا قاعده حاطه بوقي خشه وقاعده بالصبح. وانت ايه اللي حشرك يا ولية انت؟ تكونيش فاكرة عشان ما انت مرات ابويا. هقولك ياما ياما منك يا اتلمي بقى منك ليها. اسكت. ما انت شايفة بتقول ايه؟ بس يا جمالات، خلي كلامك معايا انا هندسة، انا اللي معايا المصلحة. ما تاخذنيش يعني، احنا جينا بلدك ولفناها شبر شبر، ملناش فيها خرم ابر. ربنا وفقني ولقيت الحتة دي، وبعدين حط نفسك مكاني، انا معايا حريم، اروح فين بيهم؟ يا جماعة انا مقدر ظروفكم وكل حاجة، بس اعمل ايه انا كمان؟ ابويا عايز الارض دي تفضى حالا، وانا يعني ما رضيتش اروح ابلغ البوليس، قلت اجي اتفاهم معاكوا احسن. بوليس؟ لا يا سعاده الباشا، ده انت كده عداك العيب وقازح. ده عايز اتفاهم يا جمالات، عايز اتفاهم. يا نهار اسود، ومنايل علينا وعلى بختنا الاسود. في ايه بس يا سعاده البيت؟ احنا ناس غلابه وبنسترزق من اللقمه دي كلها كام يوم وتخلص السبوبه وتخلص حاجتي من جارتي وخلاص، يا ضربه دخلك شر. هم الناس الاغنياء كده يكرهوا الغلابه ويحبوا يدوسوا عليهم. ليه بس الغلط ده؟ وانا دلوقتي غلطت معاكوا في حاجه؟ ما خلاص يا مسهوكه، ده البي بسم الله ما شاء الله بقه بينقط عسل، ربنا يحميك. شكرا يا خدامتك جمالات بتاعت البريكيكو اللي بتخطف الكحل من العين. حلو. جمالات اختي. قصاره جمالات. بص يا سعاده الباشا، المصلحه معايا انا، انا ممكن ادفع لك اللي انت عايزه، بس يبقى في المعقول وتصبر عليا لغايه ما المولود يخلص. بس يكون المبلغ حنين يا خربوش وخفيف على ايد ابويا. ايه رايك بقى يا زوق؟ ما يتهقليش فيه بعد كده، ناس ولاد حلال وزوق زينا. يا جماعه والله انا حاسس بيكوا، بس يعني ما اقدرش. معقوله؟ جري يا فندم، ده انت الكل في الكل، بسم الله ما شاء الله. انا على العموم هسيبكم يومين ثلاثه كده لحد ما تدبروا اموركم. يومين ثلاثه ايه؟ هتقول ايه للباشا الكبير؟ ما تخليك محضر خير يا جدع انت، وانت عامل زي برميل الطرش كده. شفت قله الادب بتاعتي؟ اسكت انت يا بندار، انا اتفاهم انا مع بابا. بعدين يعني الحكايه كلها يومين ثلاثه، يعني الدنيا مش هتطير. تشكر على كل حال يا باشمهندس،
بس يومين ثلاثة دول مش هيغطوا مصاريفنا، يعني احنا جايين من اخر بلاد ربنا، وبعدين ده موسم بيتعمل من سنة للسنة. عنده حق يا فندينا، وصاحب الفرقة حسن كفتة عيان مشلول، وام نوسة ما بتشوفش، واحنا المصاريف علينا جامدة قوي، احنا اللي بنشتغل ونأكل. لا حول الله يا رب. طيب يا جماعة يعني ما تحملوش هم خالص، اشتغلوا انتوا وانا هتصرف. الصلاة على الصلاة، ادي الجدعانة. قولت مليان حرامية ونشالين، مش عايز حد فيكوا ينام، عايز عينيكوا تبقى مفتحة تعرفوا لي ايه اللي بيحصل في المولد بالظبط. مش عايز بقى حد فيكوا يركن في القهوة يضرب لي حجرين الشيشة ويشرب لي الشاي سفلقة. ها؟ لازم بقى تعرفوا طريقة شغلي هنا. أنا الشغل معايا نظامه الشرطة في خدمة الشعب، مش الشعب في خدمة الشرطة. واللي نفسه في أكلة ولا دخان ولا حمص وحلاوة يدفع ثمنها من جيبه، مش من جيب الناس اللي المفروض نحافظ عليها ونحميها. كلام واضح؟ واضح يا فندم. جون في علمكم، أنا هتابع كل واحد فيكم، فجأة ممكن تلاقيني فوق دماغك. عشان كده بقول لكم لازم تشوفوا شغلكم صح وتخلي بالكم. أنا ما بحبش الظلم، اللي هيفتري هيلاقيني واقف له بنفسه. كلام مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كل واحد يروح على مكان خدمته، عايز اشوف شغلكم. اوامر سعادتك يا فندم. صراف. لا انا بكره مش فاضيه خالص، الاول هروح للكوافير وبعدين هروح اعمل بروفة على الفستان. لا معزومه في عيد ميلاد مها بنت انكل عبد القوي جديد. يا مجدي ما تخليها بعد بكره، انا ورايا كذا حاجه. طب باي باي دلوقتي عشان اخويا عمر جه. يلا باي باي. يا عمر. يا حبيبي ازيك؟ الحمد لله. مالك؟ ابدا دول شويه كده. طردت الناس من الارض؟ اسكتي، دول طلعوا ناس غلابه قوي، يا دوبك جايين يسترزقوا من المولد. يا سلام، وهو بابا بتاع الكلام ده؟ انا اتفقت معاهم يقعدوا يومين ثلاثه كده وبعد كده يمشوا. وافرض بابا عارف هيكون الوضع ايه؟ وهو بابا فاضي للمشاكل دي؟ وبعدين انا عارف ان هو مسافر لبنان يعمل شغل بعد ما يحضر عيد ميلادنا. بس بقول لك ايه، انت شكلك كده راجع مش تمام. اصل بصراحه صعبانين عليا قوي، دول لسه هيبتدوا شغل من بكره. طب بقول لك ايه، بما انهم غلابه كده احنا نديهم قرشين ويسيبوا الارض. لا قرشين ايه، ما ينفعش. هم صحيح غلابه وكل حاجه، لكن واضح ان هم عندهم كرامه وعزه نفس، دول كانوا عايزين يدفعوا اجل الارض. خلاص يا حبيبي قول لبابا الكلام ده. كان فيهم حته بنت حلوه حلاوه، قمر يا ماما قمر. سندوتش شعبي، سندوتش فول. ماله يا جمالات، نعمه ربنا يديمها علينا. ونعم بالله يا اختي، بس نفسي تاكل المحمر والمشمر، نفسي تبقى فوق في العلالي. محدش بياخد غير نصيبه. ونعم بالله. امال انا زمان بقى كنت تشوفيني بعمل ايه؟ كنت بعمل نمره انا وابوك، وكنت مكسره المولد ده، كنت ترش الملح ما ينزلش، كانت الناس زي النمل. لكن هعمل ايه؟ من ساعة ما ابوك اتصاب في رجليه وانا قعدت وربعت جنبه، لكن الحمد لله ربنا عوضني بيكي يا حبيبتي، منورة المولد مكاني. عموما يا جمالات لو عايزة تعملي أي حاجة بدالي في الفرقة أنا ما عنديش مانع. إيه رأيك في لعبة الخناجر؟ اخص عليك يا نوسة كده، وانا بحبك وعمال اقول فيكي شعر واشعار من الصبح، جت تقولي لي لعبه الخناجر عايزه تموتيني وانا في ربيع العمر. ايه خفتي؟ اشمعنى انا ما بخافش؟ لازم اخاف يا اختي، اللي بيلعبها معاكي ده اخويا حبيب قلبي اللي بيحبك يا روحي، ودايب فيكي ودايب في هواكي، يعني الخنجر لو جه في قلبك كان جه في قلبه هو، لكن انا يبقى الله يرحمني وابقى خبر كان. موسى ايه رايك كده لو في وسط المونولوج وانا بغني قمت قايل نكته؟ فكره حلوه يا مشمش، ابقى اعملها. بس انا خايف الناس ما تضحكش عليا وابقى في نص هدومي. في نص هدومك؟ يبقى لبس النص التاني العسليه الملزقه بتاعتك وكده تبقى كملتوا الطقم مع بعض. ايه بقى رايت الكرسي قبل نمرتك يا مشمش؟ وان شاء الله ربنا يحب فيك خير.
من ساعة ما شفته انا ما ارتحتلوش، لما شفته كده لقيته حسيت انه خاف مني. انا ليا هيبه برضه، قام خاف وهبل، روح البيت بقى فكر وقعد هو وبنداري يخططوا ويرسموا. مش ممكن الباشمهندس يعمل كده، ما كان اسهل له بعت لنا البوليس يطردنا من هنا. نوسة عندها حق يا خربوش، الجدع الغفير اكيد مستفيد بالارض ديت، والخيم دي كانت جايه ليه مال؟ متروقه وكلوا علقه ما ياكلوهاش حمار في مطلع، وعمرهم ما ينسوها. ونسيوها عمرهم ما ينسوا مجموعة الذكريات اللي علقتها منهم. قسم يا سامبو، احنا مش قلنا ما فيناش من السرقة يا سامبو؟ مش عايزين الحكومة تحوم حوالينا. لو اعرف بس طريق الباشمهندس فين لكنت رحت له واشتكيت له بنفسي. بتقول ايه يا بنت؟ تروح لمين؟ تروح الراجل عازب عنده في البيت ازاي؟ طبعا ما جات لها على الطبطاب عايزه تروح للعازب لوحدها، ناقصين حد